اشترى أضحيتين وأحصل على هدية قيمة. سنقطعها نرسلها لك مبردة، أيضا التوصيل مجاني إلى باب المنزل، بل سنطهوها لك بطريقتك المفضلة. عبارات تشكل عامل جد للباحثين عن الأضاحي عبر المنصات الإلكترونية، هذا واقع صار اليوم. طبعا باتت تنشط أيضا بحلول عيد الأضحى المبارك، خاصة مع ارتفاع أسعارها بطريقة غير مبررة في كل موسم، وخاصة في هذا الموسم. محاولة طبعا محاولة تجنب التعرض للغش والخداع في اختيار الأضحية، هذا بالإضافة إلى تجنب أماكن الازدحامات في ظل انتشار كورونا، يلجأ الناس إلى اختيار الأضحية عن طريق المواقع الإلكترونية. كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد، ودائما في هذا العيد كان الخروف صديقا للأطفال وبطلا ورمزا لحكاياتهم. لكن تغير نمط الحياة المدنية وعدم قدرة المنازل على تحمل أعباء إيواء هذا الخروف ومتابعة تجهيز توزيع الأضاحي دفع الكثيرين للاتجاه للأضحية الإلكترونية أو صك الأضاحي، وربما كحل لارتفاع أسعار المواشي بلا مبرر خلال هذا الموسم، هذا بالإضافة إلى تجنب البعض للتجمعات في أسواق المواشي بسبب كورونا. على كل حال، تبدأ الجمعيات الخيرية بنشر إعلاناتها واستقبال مبالغ الأضاحي منذ الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة. يمكن شراء صك الأضاحي من مراكز هذه الجمعيات وكذلك فروعها في المراكز التجارية والمساجد أيضا، لتقوم بتنفيذ ذبح الأضحية وتوزيعها نيابة عن الأشخاص. طبعا هذا بعد صدور فتوى شرعية معتمدة تجيز التوكيل لشراء الأضحية أو الهدي وذبحها وتوزيعها في الدول المختلفة. إليكما عادل ومروة. شكرا يا علاء، يعطيك العافية. من سوق المواشي في الكويت انضم إلينا مراسلتنا شهد المتروك. صباح الخير وكل عام وانت بخير يا شهودة، خلينا نعرف منك تفاصيل. يعني انت طبعا في سوق الأضاحي، يمكن في ناس كثير تتعرض للغش للخداع في هذا الموضوع، ما عرفوش طريقة اختيار الأضحية المناسبة. خلينا نفهم منك، هل عندك تفاصيل عن هذا الموضوع؟ صحيح، صباح الخير اولا مروة وعادل، كل عام وانتم بخير. يعني اليوم عيدنا مختلف من سوق الاغنام، يعني بعد الصلاة مباشرة ياتي الناس لاختيار اضاحيهم. كما قلت مروة، هناك بعض الاشخاص الذين يخدعون باختيار الأضحية المناسبة. طبعا هذا يعتمد على البائع نفسه وعلى مدى معرفة الشخص باختيار الأضحية المناسبة. كما هناك الكثير من الأضاحي غير المناسبة او كثير من الأغنام التي قد لا تكون مناسبة لأن تكون أضحية، لكن هناك الكثير منها يكون مناسب لأن يكون أضحية. طبعا نرى هذا الطابور الطويل للأغنام تم اختياره مسبقاً من قبل الناس بأنواعه المختلفة، وهذه الأغنام هي أضاحي تنتظر دورها ليتم تقطيعها في صالة ذبح الأغنام. معلومات قيمة، ولكن خليني أسألك سؤال،
انت لابسه الكمامه علشان كورونا ولا لاشياء اخرى؟ ريحه الصفات الغنم اللي انت فيها. اثنينهم. زين شهد، يعني اليوم قواك الله اول شيء، وتاخرتي على ريوق الاهل اكيد طبعا ريوق العيد، لكن اليوم في شكوى من الناس بانه والله في مبالغه باسعار الاضاحي، لذلك حتى الاجراءات الصحيه يخافون ان يروحون الى صفات الغنم كما نقول اسمها طبعا بالمحليه، فيتجهون الى الاضحيه الالكترونيه. صح. لا يعني الاشخاص اللي موجودين في سوق، بالتاكيد اللي موجودين اختاروها سوق الاضاحي يفضلون. اي بس بالكويت عاده يعني اليوم شنو؟ اليوم يعني يوم اختيار الاضاحي، يعني وخصوصا انه يكون في مساومه ما بين البائع وبين الشخص نفسه الذي ياتي لشراء الاضحيه، يعني ارتفع اسعار الاضاحي بشكل كبير ولا يوجد طبعا مبرر معروف حتى الان، بس كل ما نسال اي شخص يبيع الاغنام يقولون بان هذا موسم لبيع الاضاحي وبالتالي ترتفع الاسعار. هناك مساومه ما بين البائع والشخص الذي يريد شراء الغنم، وصل سعر الاضاحي النعيم يا السعودي والكويتي الى 150 دينار للاضحيه الواحده. بعض الاشخاص يعني شروا اكثر من 500 دولار 10 اضاحي، وبالتالي صحيح، وبعض الاشخاص شروا اكثر من 10 اضاحي، صار في تقليل للسعر وتخفيض في اسعار الاضاحي بسبب زياده في عدد الاغنام التي تم شرائها. طيب شهد، اكيد انت سالت الناس المختصه البائعين في هذا الموضوع، يعني على حسب النوع، على حسب العمر، يعني ايه هي المقاييس اللي بختار عليها الاضحيه وافضل الانواع؟ طبعا هناك انواع كثيره في النعيمي السعودي والمحلي وهم الاكثر طلب عليهم، ايضا هناك الجورجي والروماني ويكونون يعني اغنام صغيره الحجم، لكن دائما الاشخاص تفضل الاغنام كبيره الحجم، يعني لمعتقدات كثيره بان لحمها افضل، شكلها اكبر، ولكن تكون صغيره العمر، يفضلون شراء الاكبر حجم، تكون صغيرة في العمر وهذا أفضل، الكبيرة بالعمر لا يفضل طبعا شرائها، لكن بعض الناس أكيد تفضل هذا الأشخاص، يعني سألنا عدد من الأشخاص الموجودين لشراء هذه الأضاحي هم يفضلون كبيرة بالحجم، لا يهمهم العمر، لكن بعضهم ينصح بأخذ صغيرة. أخذي لك خروف طلي صغير كذي وجهزيه للجماعة بالمكتب. شكرا جزيلا يا شهد المتروك، روحي عيدي وكل عام وانت بخير.